يواصل معرض صنع في مصر فتح أبوابه للجمهور حتى 23 من الشهر الجاري بأرض سينما النصر الصيفية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. تحويل القرى المصرية إلى قرى منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة هدف تبنته الدولة منذ أكثر من 7 سنوات، وظهر ذلك جليا من خلال افتتاح عدد من المعارض والمشروعات بالمحافظات في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المنتج الوطني بما يحقق رؤية الدولة للنهوض بالصناعة ودعم الصناع. معرض صنع في مصر يواصل فتح أبوابه للجمهور والذي يستمر حتى 23 من الشهر الجاري بدمنهور، حيث يضم المعرض 52 عارضاً موزعين على 48 جناحاً من مختلف أنحاء المحافظة لعرض المنتجات المحلية الصنع المتنوعة والتي تناسب جميع الأذواق وبأسعار مناسبة تنافس المستورد. هو فرصة كويسة خالص إن الناس تعرف شغلنا ونسوقه بطريقة كويسة، وإن الناس لما تشوف الحاجة على الطبيعة أكيد أحسن من تشوفها على النت أو كده، ففرصة كويسة إن احنا نشارك في حاجة زي دي. طبعاً جاي أقول رسالة واحدة بس، إن احنا قادرين على الإنتاج وقادرين نقدم منتج يتنافس مع أي منتج آخر. متقدمة بالوادي التانية ورفعة الرايه البيضاء، دي إستار بأساس الأهرام، وكنت شاركت بيها في معرض الجداب عام 21، ومعايا برضو بعض المنتجات الجزائية الصناعة المصرية اللي بتهم كل بيت، تمام، وبقدم رسالة عن طريق رويزي طبعا ان الفتاة المعاقة لها طاقتها اللي ممكن تطلعها في ابداعات كتابية. احنا عندنا منتجات هاند ميد، المفروض المنتجات دي جودتها عالية جدا بس بسعر معقول جدا، يعني يعتبر بسعر التكلفة. طبعا المعرض ده يعني فكرة جميلة وياريت لو استدامت. كل الحاجات دي منتجاتي وشغل ايديا، بعمل سواريهات وبيتي وأطفال، بعمل كل حاجة، أي حاجة تخص الخياطة بعملها. معرض صنع في مصر يهدف لترويج المنتجات اليدوية محلية الصنع بين مواطني المحافظة للمساعدة في تسويق لهذه المنتجات لصالح العارضين وتحقيق جدوى اقتصادية بدون أي التزامات مالية عليهم، وفي نفس الوقت يلبي احتياجات الجمهور ورفع الأعباء عن كاهل الأسر والمواطنين.